في تواصل انطلاقات المساء، حيث هنا الانطلاقة المسائية الرائعة وهي انطلاقة شوطنا التاسع بأمسية هذه الليلة، حيث نسير بينما نسير مع شوط خاص بالأبكار المحليات الأصايل في هذه الانطلاقة والتي تحمل ثالث الجولات المسائية. من خلال الانطلاق والتنافس والتحدي نبدأ مع حضراتكم البداية والمركز الأول، حيث يتقدم شعار هجن الرياسة مع الهايلة هنا في هذه الانطلاقة بقيادة المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يحتل المركز الأول. المركز الثاني نتابع هذه الانطلاقة شواهين التابعة لمؤسسة هجن الرياسة، بينما في التضمير والتدريب يأتي المضمر والمتابع أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف، هنا من يقدم شواهين. المركز الثالث متابعة قادمة من النعاشة تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز الرابع فهجن الرياسة تقدم لنا اليمامة بمشاركة ومتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي. والمركز الخامس، انتقل للمركز الخامس، أبهار تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد المسافري، هو من يتابعها في التضمير والتدريب. بينما المركز السادس انتقل للشاهينية هجن العاصفة غيات الهلالي في التضمير. المركز السابع الآن المتابعة لهجن الرياسة، حيث تصل نوايا مع المضمر المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غيات الهلالي. المركز التاسع تقدمت الحذرة لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز العاشر تصل مزرة لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم، وينخطف هذا الموقع من قبل أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، أيضا منها طارش بن مبارك بالقوبع. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء. بينما مشاهدينا الكرام هنا نتابع في هذه الانطلاقة، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى حيث تصدر المجموعة القوية، المجموعة المهمة، مجموعة من مجاميع السباقات ومن منافساتهم. مشاهدينا الكرام يا سلام، هذه الأسماء اللي راحت وقدمت العديد من الإنجازات، العديد من التحديات بهجن الرياسة وهجن العاصفة وهجن أصحاب السمو والشيوخ، حيث تشاركنا من خلال وجودها في سن الثنايا. سن الثنايا ما شاء الله أعداد كثير، أعداد بلا شك يعني هنا تسير بهذا الدعم الكبير لهذه الرياضة من أصحاب السمو والشيوخ. عودة إلى شواهين، المركز الأول هجن الرياسة، يتقدم الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يتقدم إلى المركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات وصول واحتلال من قبل الهائلة، تعود ملكية الهائلة لهجن الرياسة، كذلك المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية تضميرها وتدريبها. بينما المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة بدأت تتسلل تتقدم للمركز الثالث، غياث الهلال يضمرها. بينما المركز الرابع يا سلام قدوم من اليمامة، اليمامة التابعة لهجن الرياسة مع المضمر والمتابع الظافر علي بن جميل الوهيبي. نتابع المركز الخامس، هذه اللي وصلت غيرت الآن، هذه نوايا ماذا تحمل من نوايا في خاطرها. يا سلام هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم إلى المركز الخامس. أما المركز السادس
تصل من خلاله الحذرة تتقدم لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي هنا في هذه الانطلاقة. أما المركز الثامن الشاهينية لهجن العاصفة غيات الهلالي في التضمير والتدبير. المركز التاسع النعاشة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوب يضمر عتيج بن سالم بالعرضي الحميري. والمركز العاشر وصلت أفراح تعود مركزة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر والمتابع طارش بن مبارك بالقوبع. أسير وأتابع من جديد وأعود إلى شواهين إلى المركز الأول حيث منفرد بصدارة الشوط. الله هذه شواهين تحمل هذا الشعار شعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر المتابع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام شعار يعرف طريق الرمود يعرف طريق السيوف يعرف طريق الإنجازات المميزة والعملاقة. بينما المركز الثاني هجن الرئاسة يأتي بشعارها المميز والجميل. هذه اللي وصلت قادت المركز الثاني هذه تقدمت نوايا لهجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بزيتون المهيري وكذلك الحذرة من الجانب الآخر لهجن الرئاسة. يأتي هنا سلطان بن محمد الوهيبي في تقديم عروض الحذرة إلى منافسات هذا المساء. المركز الرابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة تتقدم للمركز الرابع أيها المتابعين الأكارم والمضمر غياث الهلالي. بينما اليمامة في المركز الخامس لهجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي ولكن الشاهينية لهجن العاصفة تختار أن تكون كذلك في قوقعة الناموس وفي منافسات هذا الشوط هنا لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. هذه الست المراكز الأولى. المركز السابع تقدمت الشاهينية وصلت الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بسم المنصوري. يا سلام والشاهينية الأخرى قادمة لهجن العاصفة تحتل المركز الثامن قيادة غياث الهلالي. المركز التاسع شواهين من هجن زعبيل والمضمر راشد بن محمد بن مروشد. المركز العاشر هجن الرئاسة تهتم باهتمام مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه الأسماء اللي ذكرناها هذه الأسماء اللي سارت الآن لحصد الناموس في مستوى هذا الشوط سيارة وناموس هذا الشوط. الفرحة والناموس غير يا اخوان طعمه غير. الناموس عشق لا ينتهي مع هذه المؤسسات مع هذه الشعارات مع الملاك مع المضمرين يعشقون النواميس يعشقون المركز الاول. حب لا ينتهي لهذه الهجن العربية الاصيلة هذه الهجنة العملاقة. ولكن عودة الى شواهين عودة الى اصرار شواهين على المركز الاول الزاوية الاخيرة للالتفاف الاخير لمستوى هذا الشوط. أعود إلى مقدمة الشوط. المركز الأول لا زالت ولكن الحذرة حذاري من الحذرة بدأت الآن تغير بدأت تتقدم لهجن الرئاسة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ولكن الشاهينية عادت الشاهينية انتقلت إلى المركز الأول بشعار هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. الآن تستلم قيادة الشوط. المركز الثالث شواهين هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مروشد. المركز الرابع شواهين هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الخامس نوايا لهجن الرئاسة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وكذلك قدوم من الشاهينية لهجن العاصفة. المركز السابع الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الثامن هناك قدوم لهجن الرئاسة حيث تقدم من خلال وجود شواهين لهجن الرئاسة تتقدم لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري في عملية التضمير والتدريب. هذه النوايا هذه الأسماء العملاقة أيها المشاهدين الكرام. ولكن الشاهينية فرق
فرضت نفسها في مقدمة هذا الشوط لتجد طريق الناموس دائما ممهدا للانطلاق للتحدي. ولكن عندما تجد هذه الشعارات العملاقة تشارك، لابد من المحاسبة، لابد من المتابعة، لابد من العمل على التكتيك والتخطيط. الكيل والأخير والمركز الأول غير الشاهينية، تصدرت الشاهينية، تصدرت مجموعة هذا السباق حتى اللحظة. هجن العاصفة الشاهينية للمركز الثاني، هناك هجن زعبيل تتواجد في المركز الثاني بقيادة راشد بن محمد بن مروشد. الحذر قادمة، الحذر لهجن الرياسة مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام، بدأ الخطر الآن، بدأ الخطر يتقدم، بدأ الخطر يتقدم. هجن الرياسة قادمة كذلك، هذه اللي وصلت لون اهتمام لهجن الرياسة مع المضمر والمتابع علي بن جميل الوهيبي. كذلك الشاهينية أو شواهين لهجن الرياسة مع الضاف مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لكن العاصفة وهجنها، العاصفة وهجنها متقدمة في انطلاق هذا الشوط. العاصفة مسيطرة، زعبيل هجن الرياسة قادمة، هجن الرياسة اهتمام اهتمام. الحذر ولوكون الشاهدية، هل تزف السلام إلى عشاق هجن العاصفة أم هجن الرياسة تتقدم؟ هجن الرياسة تحاول في اللحظات الأخيرة، اهتمام اهتمام لهجن الرياسة. الظافر علي بن جميل الوهبي والشاهينية، هجن العاصفة اهتمام الشاهينية، هجن اهتمام اهتمام الشاهينية، هجن العاصفة، هجن الرياسة، هجن العاصفة، هجن الرياسة. جماهير هذه المؤسسات العملاقة فرحة بهذه المنافسات السعيدة، ولو كان هجن العاصفة، هجن العاصفة تخطف هذا الناموس. تهانينا لهجن العاصفة وعشاقها على الفوز والانتصار. والثانية لغياث الهلالي، المركز الثاني هناك اهتمام لهجن الرياسة، المركز الثالث شاهينية لهجن العاصفة، شواهين في المركز الرابع لهجن زعبيل، المركز الخامس الحذرة لهجن الرياسة، حيث حلت في المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت النتيجة. التوقيت الزمني إذا المشاهدين الكرام 12 دقيقة 14 ثانية، جزء واحد من الثانية. هذا التوقيت يعتبر ثاني أفضل توقيت مشاهدين الكرام في هذا المساء. الشاهينية لهجن العاصفة مع غياث الهلالي، المركز الثالث كانت الشاهينية أو اهتمام لهجن الرياسة. 12 دقيقة 14 ثانية، تستهدام من الثاني الثاني والناموس على هذا الفوز. والثانية للظافر علي بن جميل الوهيبي، المركز الثالث. لحظات الشاهينية لهجن العاصفة حيث حلت بالمركز الثالث من خلال التنافس والتحدي. و12 دقيقة 16 ثانية، أربع أجزاء من الثانية، ثاني والناموس. وسلام وتحية للجميع على هذا الفوز. مزاد مختبر الجزيرة مشاهدينا الكرام للأبحاث البيطرية الخاص بالفطامين الصعوب سيكون في يوم الثلاثاء إن شاء الله.